مش عارف شو بدي اقول لك. عمدان الكهرباء، مواسير المي، ثلاجة المي، تنك المي، شوف الدور هنا، الانفاق اللي مسوينها هان، باب المنتزه مسجرينه بالكامل، عندك اولاد مدارس، اولاد اطفال بروح على المدارس جيب لهم يروحوا، عندك ناس، عندك عالم هان، المي جامع، المي هاي اللي بتيجي على الناس قطعوا المي، طب جيب لهم يشربوا. هاي منطقه سي اللي انت بتقول عنها سي بعيدين عنها وما حدا طاب فيها، انت شو بدك في مناطق باهان تيجي تسوي محفر وبتقيم وبتحط ليه؟ هذا كله بدهم ايانا مشان يا اما ندشر هالبلاد ونهاجر، يا اما بدهم ايانا مشان نضل ساجتين وقاعدين ونسوي مثل ما بدهم. لا بكلهم فشرتوا فشرتوا الف فشرتوا، وهي الحمد لله رب العالمين. الشباب جمعياتهم في اقوى من نفسهم ما فيش، اقوى من عزيمتهم وارادتهم ما فيش، وقاعدين لهم شوتشي في حلوكم، شوتشي في حلوكم، على مدار 24 ساعه الشباب متواجدين هان الحمد لله رب العالمين، لا كلل ولا ملل ولا زهك، وإرادة قوية، وحتما حتما بإذن الله لمنتصرون. أما إلهم إشي ما في إلهم، لا سي ولا ألف ولا باء ولا إشي، كل فلسطين إلنا، إرادتهم راح تنكسر وإرادتنا هي اللي إن شاء الله راح تقوى عليهم.